السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا الجديد عن موقع آلات موسيقية، يحتوي على كل الآلات الموسيقية وتقدر تسجلها MP3 وتسويها لحن. أول ما تدخل الموقع تضغط على Open Studio، هنا تضغط تنتظر. يعني تحمل الآلات الموسيقية كلها، مثل ما تشوفون آلة دعاية طيب خلاص منها. من هنا تختار الآلات اللي تريدها، هاي كلها آلات موسيقية. طبعا ما اقدر ادق، ما عندي مايك، اذا ادق يروح الفيديو يتلف كله. شوف ما اقدر ادق، بس كشرح راح احكم الموقع شلون تستعملوه. ايش ملاحظة، تقدر تنزل بالكيبورد بالعربي من حرف الشين للطاء، وهذا من الدقم السود ما اعرف شو اسمه، من حرف الضاد بالعربي للدال. يعني هسه هاي انه وهاي إذا عجبك هذا الدرس اضغط اشتراك في قناتي صفاء احسان، وشوفنا لحنة إذا طلع حلو. يلا في ملا في درس قادم.